قامت اليوم المؤسسة الاستشفائية بالحسين الراشد باستقبال أطفال متوسطة عابد الحواس سيدي مبارك. نشكر التلاميذ على زيارتهم للمرضى وتقديمهم الدعم المعنوي، وكما نشكر مدير المؤسسة وكل القائمين عليها. ربي يشافيه ان شاء الله. باسمي وباسم متوسطة عابد الحواس التي توجد في سيدي مبارك، جئنا اليوم لنقدم الهدايا للمرضى شافاهم الله. مديرة المؤسسة تاعنا دارت لنا مسابقة فكرية باش نديروا تاع رمضان أسئلة، وجمعنا المال للتبرعات باش نجيبوا لهم الهدايا. جيت مستشفى باه ندخلوا الفرحة للمرضى هذو التلاميذ، ما شاء الله يجيب ربي يجيب لهم الشفاء. باسمي وباسم متوسطتي قررت ان اجمع بعض المال من وتقديم هدايا من اجل هؤلاء المرضى شافاهم الله. المديره تاع المتوسطه تاعنا هي اللي قررت لنا هذه، وحنا عجبتنا الفكره وساهمنا كل. جئتكم من متوسطة عابد الحواس الواقعة بسيدي مبارك. جئنا اليوم بمبادرة من أجل الأطفال المرضى بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالحسين راشيد من أجل تقديم الهدايا للأطفال المرضى المساكين لرسم الفرحة والسرور على وجوههم شفاهم الله ورعاهم. قدمت أنا متوسطة مبادرة من أجل الأطفال المرضى لرسم البسمة والفرح في وجوههم وتقديم لهم الهدايا في مستشفى بالحسين راشيد المتخصص في طب الأطفال. جئنا من عابد الحواس الواقعة بسيدي مبارك لنرسم البهجة والسرور في الأطفال، وجزاهم الله إن شاء الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.